الآن راح أتكلم عن كيفية ضرب أكثر من مصفوفتين. لنفرض في عنا مصفوفة A، مصفوفة B، مصفوفة C. المطلوب إنه نضرب A ضرب B ضرب C. الآن الشرط إنه يجب أن تكون المصفوفة، كل مصفوفة عدد أسطرها يساوي عدد أعمدة المصفوفة التي قبلها، لأن مصفوفة C عدد أسطرها 3، يجب أن تكون عدد أعمدة بي 3، لأن عدد أسطر بي 2 يجب أن يكون عدد أعمدة A 2. لأن النتيجة النهائية بتكون عدد للنتيجة بتكون عدد الأسطر تساوي عدد الأسطر الأولى، وعدد أعمدة النتيجة تساوي عدد أعمدة الأخيرة. الآن في عملية الضرب، إما نضرب A في B والنتيجة نضربها في C، أو إنه نضرب A في حاصل ضرب B في C. من هون ممكن نشوفها، إذا A B C، إما A B لوحدهم وبعدين نضربهم في C، أو نضرب B في C ونضرب A في حاصل ضرب B في C. هذا إذا كانوا 3 مصفوفات. الآن خلينا نخلص المثال الأول. إذا بنضلل بعدد أسطر الأولى وعدد أعمدة الأخيرة، ويساوي M multiplication. فنضرب الأولى في الثانية، M multiplication مرة أخرى للأولى في الثانية، A في B يعني، ونسكر. والنتيجة نضربها في C. الآن نسكر، Ctrl Shift Enter. هذا هو حاصل ضرب A في B في C. ممكن طبعا كنا ممكن نضرب B في C وبعدين بالأول نضرب A في حاصل ضرب B في C، بيعطينا نفس الإجابة. لأن لو كان عندنا أيضا 4 مصفوفات A B C D، بالأول نتفقد بأنه عدد أسطر الأخيرة يساوي عدد أعمدة اللي قبلها، صحيح. عدد أسطر C يساوي عدد أعمدة B، صحيح. عدد أسطر B يساوي عدد أعمدة A، صحيح. لأن الإجابة النهائية يجب أن بتكون بعدد أسطر A وعدد أعمدة D. الآن يساوي النتيجة، ممكن نضرب A في B والنتيجة نضربها في C في D، زي هون A B C A B C D. نضرب A في B لوحدهم وبعدين C في D لوحدهم، بعدين نضرب هذه في هذه، أو فينا نضرب A في B ثم النتيجة نضربها في C ثم النتيجة كلها نضربها في D. إحنا أحرار بأي طريقة نسلك طالما إحنا ماشيين بنفس الاتجاه من A إلى D. الآن خلينا ناخذ نضرب A في B ضرب C في D، يساوي M multiplication. الآن نضرب A في B، M multiplication A كوما B. الآن نسكر، وما الآن نضرب في C في D. مرة ثانية M multiplication C كوما D. نسكر ونسكر القوس الأخير. الآن Ctrl Shift Enter. الآن هذه هي عبارة عن A B C D. وهكذا لو كان عندنا عدد أكبر من المصفوفات. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.